أهلا بكم جميعا. أبدأ معك يمان بالموقف الألماني من تزويد كييف بأسلحة جديدة، وهل سوف يتغير مع تغير وزير الدفاع؟ نعم صراحة، على المستوى الرسمي لا يوجد أي شيء. ربما هذا الأمر قد يحدث يوم الجمعة عندما يجتمع حلفاء كييف في قاعدة رمشيت الأمريكية طبعا هنا في ألمانيا، ويتوقع أن هنا يعني هناك حديث يدور على أن هناك ضغوطات كبيرة على ألمانيا لأن تغير موقفها فيما يتعلق بتقديم الدعم لأوكرانيا وتحديدا دبابات ليوبارد. ولكن صلاح، هناك كانت تصريحات للمجموعة راينت ميتال، وهي المجموعة التي تقوم بتصنيع هذه الدبابة، قالت أن هذا الأمر في حال طبعا وافقت الحكومة الألمانية وغيرت من رأيها ويعني وافقت على تقديم هذه الدبابات، فإن الشركة المصنعة قالت أنها تحتاج إلى وقت طويل وربما حتى نهاية هذا العام لكي تصبح قادرة على إرسال هذه الدبابات إلى أوكرانيا. قالت أن هذه الدبابات تحتاج إلى إعادة هيكلة، إعادة إنشاء من جديد، وهذا الأمر ليس فقط الشعار على الدبابات بل تحدثت عن تغييرات في هياكل الدبابات الخارجية، وقالت أن هذا الأمر يحتاج إلى وقت. أي يعني أن نحن الآن أمام مشكلة، المشكلة الأولى تتعلق في ألمانيا، إذا ألمانيا وافقت على هذه الضغوط التي تتعرض لها وغيرت هذا الأمر، فهناك مشكلة ثانية لوجستية تتعلق بإعادة بناء الهياكل وفقا للشركة. إذا دعنا ننتظر ليوم الجمعة فيما يتعلق بوزير الدفاع الجديد. الوزير غدا سيتم تكليفه بشكل رسمي من الرئيس الألماني، بعد ذلك سيؤدي اليمين الدستورية في البرلمان الألماني ليباشر مهامه بشكل أساسي. كان هناك تصريحات للوزير بعد الكشف عن اسمه بأنه سيعمل على بناء الجيش الألماني وفقا للتطورات الأخيرة التي حدثت في أوكرانيا. إذن صلاح، يوم الجمعة ربما يتبين بشكل نهائي ورسمي إذا كانت ألمانيا أو المستشار الألماني أولاف شولتز سيبقى يعني متمسك بموقفه بأنه لن يوافق على إرسال دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، أو في حال كانت الضغوط قد يعني أتت ثمارها، وهذا ما كان يحدث دائما بالنسبة للموقف الألماني منذ بداية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. صلاح، كنا نرى أن الموقف الألماني كان متشدد، ولكن بعد ذلك كنا نرى تغيير في الموقف الألماني، وهذا الأمر يعود للتنسيق مع سواء حلف شمال الأطلسي أو الولايات المتحدة الأمريكية. طيب اسمح لي يمان أن أنتقل إلى مراسلنا من بروكسل، سلام كيالي. سلام، اللجنة العسكرية في الناتو تجتمع لمدة يومين، وذلك بحضور رؤساء أركان الحلفاء ونظرائهم أيضا. أبرز الملفات التي سوف يتم طرحها في ظل هذه الأقاويل الغربية حول زيادة تسليح أوكرانيا؟ نعم صراحة، بالمناسبة هذا الاجتماع هو اجتماع اعتيادي، بمعنى أن هذا الاجتماع لم يكن لأمر طارئ أو لتغير الأوضاع في المعارك أو لأمر طارئ حتى في الدول حلف شمال الأطلسي. ولكن دعنا نتوقف بداية على تصريحات روب باور، وهو رئيس اللجنة العسكرية في حلف شمال الأطلسي. قال قبيل الاجتماع بأننا الآن نشهد حقبة جديدة أو فجر جديد من الدفاع الجماعي، ونحن مستعدون الآن على أكمل وجه لهذه الحقبة، بمعنى أن الحلف الآن يريد أن أو يسعى الآن لتطوير قدراته الدفاعية وقدرات الردع بناء على الخطة التي كان وضعها في خطة مدريد من في يونيو العام الماضي. أيضا قال بأن روسيا، وهو تصريح سياسي ربما لا ينطق به سوى أمين عام حلف الناتو، ولكن هو تصريح مكرر بالمناسبة، بأنه يجب التنبه إلى سياسات بكين، ولا أنه يريد أن يخوض حرب طويلة الأمد في أوكرانيا. الآن الملفات الأساسية التي تسعى هذه اللجنة بطبيعة الحال، لأنها تراجع خطط وسياسات الحلف، أولا المخاطر أو تحقيق الأهداف السياسية والمخاطر الأمنية على حلف شمال الأطلسي، وهو الاجتماع الأول والذي قد انتهى. الجلسة الثانية تتمحور حول تطبيق مفهوم باكستون الحربي، وهو مفهوم يقوم على أن حلف الناتو يجب أن يكون لديه عتاد وعديد
من الجنود ومن الأسلحة متطورة أكثر بعشرين عاما مقارنة بالدول الأخرى، وبالتالي هنالك مناقشات لكيفية تطوير قدرات الحلف الاستراتيجية والحكيث أو الحديث عن الحرب الهجينة وإدخال مفاهيم أخرى لحلف شمال الأطلسي كالحرب السبرانية التي بادت عمليا ربما تصريحات مستمرة لأمين عام حلف الناتو منذ العام 2020. وأيضا حتى هذا موضوع مشترك، أيضا هنالك تنسيق مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، الحديث عن تسليح أوكرانيا والأوضاع في أوكرانيا، هذه جلسة أيضا بحالها، ما هي الأوضاع العسكرية في أوكرانيا، ما هي الأسلحة التي يمكن أو يجب أن تقدم لأوكرانيا، بالإضافة إلى الحديث عن البعثات غير العسكرية أي البعثات التدريبية لحلف شمال الأطلسي، والحديث هنا عن العراق على وجه التحديد صلاح، حيث يدرس اليوم كيف سيتم تطوير قدرات العراق الدفاعية في بطبيعة الحال، الحديث هنا عن مكافحة الإرهاب، الحديث اليوم ربما صلاح نقطة بارزة أخيرة، وأنه بات الحديث عن 32 دولة تشارك في اجتماعات حلف شمال الأطلسي، هذا مذكور بأن رؤساء أركان 32 دولة، الحلف متكون من 30 دولة فقط، ولكن بات المسؤولون عمليا من فنلندا والسويد يشاركون في كافة الاجتماعات الخاصة بحلف شمال الأطلسي. ننتقل إلى مراسلنا يوسف من موسكو، الكثير من الآراء والتحليلات التي تحدثت عن هذا الكم المهول من المعدات العسكرية التي تم تزويد كييف بها وسيتم تزويد كييف بها، ولكن يبقى السؤال هنا، هل ستقف روسيا مكتوفة الأيدي أمام هذا الكم المهول من المعدات العسكرية، أم أن هنالك ربما تحركات على الأرض ستقوم بها؟ ما الذي تقوله تصريحات موسكو حول هذا الأمر؟ صلاح، في الواقع كل المؤشرات التي لمسناها من الكرملين ومن الخارجية الروسية ومن وزارة الدفاع الروسية توحي بأن الجانب الروسي متمسك بما يصفه بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، على الرغم من السلوك الغربي ودعم العواصم الغربية للجيش الأوكراني بالمعدات الحديثة. لافروف اليوم قال بأن الجيش الروسي سيواصل هذه العملية حتى تحقيق كل الأهداف، وبأن الدعم العسكري الغربي لسلطات كييف بحسب وصفه لن يعرقل العملية العسكرية بقدر ما سيزيد من سقوط الضحايا في صفوف الجنود الأوكرانيين، وسيزيد أيضا من معاناة الأوكرانيين. موسكو تؤكد دائما بأنها ترفض السلوك الغربي في الملف الأوكراني، حتى أنها وصفته في الكثير من المرات سواء على لسان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أو المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، وصفت موسكو السلوك الغربي في أوكرانيا بمثابة الحرب الهجينة وبمثابة الحرب بالوكالة ضد روسيا، ما استدعى الجانب الروسي بأن يقوم بالكثير من الإجراءات السياسية وحتى العسكرية لمواجهة السياسة الغربية المعادية لروسيا. على سبيل المثال، بالأمس المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف قال بأن سبب روسيا زيادة تعدادها العسكري ورفعه لأكثر من 1.5 مليون فرد يعود بدرجة أولى للسلوك الغربي في الملف الأوكراني، ومواصلة حلف شمال الأطلسي التمدد بالقرب من الحدود الروسية. بشكل مختصر جدا، الجانب الروسي سياسيا يرفض السلوك الغربي في الملف الأوكراني، خاصة ما تعلق بدعم الجيش الأوكراني بالأسلحة الحديثة، وعسكريا تقوم وزارة الدفاع الروسية بتدمير كل المعدات العسكرية التي تدخل الأراضي الأوكرانية. مراسلو الغد يوسف بيجار من موسكو، يمان شواف وأيضا سلام كيالي من بروكسل، يمان شواف من برلين، شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات.